الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وأن هذا الدين العظيم دين الإسلام قد كرم المرأة وأمرها أن تلتزم بجلبابها وحجابها، وألا تبدي زينتها ولو كانت كبيرة في السن، وهذا من عناية الإسلام بهذه المرأة التي يعتبرها جوهرة مصونة مكنونة محفوظة، ينبغي ألا يستمتع بها ذوو المرضى من أمراض القلوب. عباد الله، في الخطبة 28 من سلسلة تفسير سورة النور نقف مع قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا الدين كما ذكرنا معاشر المؤمنين والمؤمنات يحمي هذه المرأة من النظرات الخائنة، ومما يؤدي إلى هتك سترها وهتك عرضها. فعرض المسلمة عرض لأبيها وعرض أخيها وعرض زوجها وعرض ابنها، فحفاظها أي حفاظ المرأة على كرامتها وحفاظها على عرضها وصونها لحرمتها فهو صون لحرمة هذه العائلة، بل صون لهذا الدين العظيم. حتى وإن المرأة إذا بلغت في السن ما بلغت وأصبحت من القواعد أي اللاتي قعدنا عن الشهوة أو قعدنا عن الولد أو قعدنا عن الحيض فيئسن من الحيض، اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يطمع في النكاح بهن ولا يطمع فيهن، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمرها بالستر مع التخفيف عليها، فليس عليها جناح أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، فليس عليهن جناح أي ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه. والذي أمرت النساء في صغرهن وشبابهن وحالك يعني جمالهن وفتنتهن أمرن أن يضربن بخمرهن على جيوبهن وأن لا يبدين زينتهن. أما القاعدة من النساء أي الكبيرة في السن التي لا يطمع فيها، فهؤلاء لا حرج عليهن أن ينزعن بعض الثياب الظاهرة والتي لا يفضي نزعها إلى كشف العورة ولا يفضي نزعها إلى إظهار الزينة، فقال لها الله سبحانه وتعالى:
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ولكي لا تتصور هذه المرأة العجوز أنه يباح لها أن تكشف يعني جسمها أو تكشف زينتها، فالله تعالى قيد بقوله غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة، معنى حتى هذه المرأة الكبيرة التي لا يطمع فيها والتي لا تجلب الأنظار يعني للرجال الطامعين، فإنها لا ينبغي لها أن تتبرج، لا ينبغي لها أن تتجمل وتتزين وتقوم ببعض الأشياء التي تبعث على الزينة أو تبعث على الشهوة، ولو كانت كبيرة في السن فإنها يجب عليها أن لا تتبرج بالزينة. وأصل التبرج هو التكلف والتصنع، يعني لا نقول برجت وإنما تبرجت، أي تكلفت التبرج وتكلفت التصنع في إظهار ما يخفى، ويقال السفينة البارجة أي التي لا غطاء عليها، وكذلك المرأة البارجة أي التي لا غطاء عليها، فلا ينبغي أن تتبرج ولو كانت كبيرة في السن، لا ينبغي لها أن تتبرج لتظهر ما بقي من زينتها أو ما بقي من جمالها. فإذا كان هذا الخطاب معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا كان هذا الخطاب موجها لكبيرات السن ذوات الستين والسبعين وأكثر من ذلك، وأمرهن الله تعالى أن لا يتبرجن بالزينة، فمن باب أولى أن تحتاط المرأة الشابة الصغيرة الجميلة التي تجلب الرجال ولو بدون زينة. فلذلك معنى هذا أن الإسلام يدعو المرأة مهما كان سنها ألا تتبرج وألا تظهر عورتها وألا يعني تظهر مفاتنها التي تفتن بها وتفتن. قد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر فيه النساء من التبرج، حيث ذكر صنفين من أهل النار والعياذ بالله، قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات مميلات، وفي نهاية الحديث قال لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، بمعنى أنها تتبرج بجمالها لكي تفتن الرجال وتحدث الفتنة في المجتمع. فلا ينبغي للمرأة أن تتبرج. وتبرج النساء على درجات، تبرج النساء هناك من تكشف الحجاب نهائيا ولا تتستر نهائيا، وهناك من تستر بعض الجسم وتترك بعضها، وهناك أنواع ظهرت حتى من بعض النساء اللواتي يدعين الحجاب يلبسن بعض الثياب اللاصقة أو السروال اللاصق بالجسم، ثم تضع يعني خرقة على رأسها وتظن أنها محتجبة وهي قد لبست سروالا لاصقا على المقاس على جلدها وعلى لباسها، ويظهر وصف جسمها ومنخفضاتها، وتظن أنها بلبسها الخرقة يعني فوق الرأس أنها قد احتجبت. فعلى أخواتنا وبناتنا ونسائنا أن يتقين الله سبحانه وتعالى، واللهم اجعلنا من المتقين رجالا ونساء شيبا وشبابا، اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين لما تحبه وترضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هنا دعوة إلى العفة وإلى الاستعفاف، كما دعا الله سبحانه وتعالى الرجال الذين لا يجدون نكاحا أن يستعفوا وأن يعفوا فروجهم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فكذلك دعا ربنا سبحانه وتعالى
النساء صغيرات السن وكبيرات السن. هنا الخطاب موجه أصالة إلى كبيرات السن، فإذا وجه الخطاب إلى كبيرات السن فهو إلى الصغيرات من باب أولى، فهو إلى الصغيرات من باب أولى. وامرأة كبيرة السن تبالغ في الاحتجاب وتبالغ في الاحتشام، وكانت عالمة من عالمات الحديث، لا أذكر اسمها. هذه المرأة العالمة كانت تحدث بحديث رسول الله، وكان طلبتها من الشباب يعني يسمعون حديثها وهي محتجبة وهي تبالغ في الحجاب، فقال لها أحد تلاميذها: يا أمه، إن الله تعالى قد رخص لك أن تخففي عنك الحجاب في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، فليس عليهن جناح، يعني ليس عليهن من حرج أن يبدين بعض زينتهن غير متبرجات بزينة. والمرأة عالمة قالت: يا بني أكمل الآية، يا بني أكمل الآية. فأكمل الآية قال: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، بمعنى أن هذه المرأة العالمة التقية اختارت العفة، وإن رخص لها أن تبدي بعض زينتها غير متبرجة فإنها اختارت أن تبالغ في الستر وأن تبالغ في الاحتجاب ولو كانت كبيرة السن. ونحن نرى في المجتمع أنواعا من النساء، وهذا حسب الإيمان، الله يقوي إيماننا وإيمانكم وإيمان نسائنا ونسائكم، حسب إيمان المرأة. هناك المرأة التي يعني تبالغ في الستر ولو كانت كبيرة السن، وعكسها هناك المرأة التي تتبرج بالزينة وهي صغيرة السن وتعلم أنها تفتر العبادة بزينتها. وإن نسيت فلا أنسى امرأة يعني ظهرت بعض صورها يعني في 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 غزة، أخرجت من تحت الأنقاض، وهي امرأة كبيرة السن أخرجت من تحت الأنقاض، ويعني قد انكشف شيء من حجابها، فوضعت يدها لكي لا تنكشف عورتها خوفا على عورتها، بمعنى أن هذا أصل فيها، والحجاب ينبغي أن ينطلق من القلب، الستر ينبغي أن ينطلق من القلب، الستر ينبغي أن يكون من القلب، فإذا كان من القلب فإن الثياب تدل على ما وقر في القلب. والله تعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباس الظاهر لباس الخارجي، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذا كان لباس ديال التقوى في القلب، إذا كان لباس ديال التقوى في القلب فإنه يظهر في الخارج، يظهر في الستر والمبالغة في الحشمة والمبالغة في الحجاب. ولا ما كانش لباس ديال التقوى في القلب فإنه لا يظهر في يعني في أخلاق الإنسان. وأن يستعففن خير لهن. وختم الله تعالى باسمين جليلين يدلان العبد على أن يخاف الله وأن يخاف مراقبة الله، السر في العلانية. قال تعالى: والله سميع عليم، سميع لجميع الأصوات، عليم بجميع النيات والمقاصد. فلتحذر المرأة ولتحذر نساؤنا من كل قول ومن كل قصد فاسد، وليعلمنا أن الله يجازي كل عبد بنيته وقصده. نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم، وأن يستر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا في نسائنا وفي أعراضنا وفي بلداننا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لوالدينا وارحمهم، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا بشفائك، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم من كان مريضا أو طارح فراشه أو يعاني من مرض، اسأل الله تعالى أن يقيمه من فراشه ومن مرضه سالما غانما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كان مهموما فأزح عنه همه، ومن كان مدينا فأد عنه دينه، ومن كان مكروما فنفس عنه كربته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم خفف عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم
هذا البلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق وأعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم اجري الخير على يديه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أمر الصحف الله يجزاكم كل خير ولو بين السواد. لينوا بين أيدي إخوانكم، تراحموا فيما بينكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.